داني كارفخال وايوغو والرأسية في الجول. أتى الرد السريع من كريستيانو. كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول في المباراة. يتقدم الآن الريال بالهدف الأول. لاحظ الكرة، يعني داني كارفخال أيوغه المرة ما غطى، أعطاه فرصة على أساس يلعب الكرة الرأسية أمامك الآن في مرمى فيلن رويثر. وكريستيانو رونالدو يصل الآن إلى الهدف رقم 73، الهدف الأول لريال مدريد في مرمى شالكة. لاحظ اللاعب الذي صنع الهدف أمام، خلص الاثنين، خلص الاثنين ونقلها إلى مارسيلو. الله،